السلام عليكم أصدقاء. بالنسبة للكورس هذا غدا إن شاء الله يوم الجمعة 21/8/2020، نفس الخطة ونفس الاستراتيجية غنستخدمو. مثلا في هذه الحالة غادي نختاروا رقم من الرقمين، في هذه الحالة غنختاروا رقم 8 ورقم 9، جوج و 7، غنختاروا 7، 5 و 4، 5 و 4 هي 9، 6 و 14، غنختاروا رقم 6، 10 و 13، غنختاروا رقم 10، 3 و 12، قتل، 1 و 11، قتل. إذا غادي نلعبو 6 7 8 9 10 سويبي. هنا يا أخي الكريم باش نبسط لك اللعب، كل رقم هدا رقم، يعني 8 و 9 يعني غادي يتنافسو على المرتبة الأولى، شكون اللي غيقاني فيهم. 7 و 2، 5 و 4، إلى آخره. توقعات إيكيديا 8 9 12 7 13 10 2 6. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك الكل الجديد. حظ موفق للجميع.